مرحبا، اليوم رح أعرفكن على 3 روبوتات صغار، بي بوت، بلو بوت وبرو بوت، ومعن رح يصير تعليم مفاهيم مثل الأعداد، الاتجاهات، التخطيط، التتابع والعمل ضمن مجموعات، ممتع وتفاعلي. مع بي بوت فيك تصدر أكتر من 40 كوماند أو أمر بالتحكم منشان تخليها تتحرك يمين يسار للأمام أو للوراء، وبتغمض عيونها وبتزمر مع انتهاء كل أمر. زيادة عن وظائف البي بوت، مع بلو بوت بيدخل مفهوم التحكم عن بعد أو الريموت كنترول، وعنده البلوتوث كونكشن وفيك تتحكم فيه عن طريق الكمبيوتر والتابلت. برو بوت الأخ الأكبر للبلو بوت والبي بوت وأكثرهم تطورا، وهو سلحفاة ذكية متخفية بلباس سيارة سباق، معها بتقدر تحدد المسافة والزوايا. هالتلات بروجرامبل فلور روبوتس هن مصممين ليستعملون الأطفال، سهل التحكم فيهم وتشغيلهم عبر استعمال أزرار التحكم أو أسهم هاروكيز، كما وأنه بيجي معهم لوازم لتطوير التعليم، منها مناهج وأكثر من 100 أمثلة جاهزة للاستفادة منهم، وأكسسوارات وماتس أو أرضيات من شان يمشوا عليهم.